بقى اللي احنا اتفقنا عليها في الديفلوبمنت اوف ذا سي ان اس. تعالى بقى نتقدم شويه. النيورال تشوب بتاعتنا اهي اما اتقفلت كلوز اتقفلت كلها؟ لا. الانتيرو اند بتاعها اتساب مفتوح والبوستيرو اند بتاعها اتساب مفتوح. عشان يعمل لك حاجه اسمها انتيرو نيورو بور، بور على فكره يعني اوبن اند بوستيرور نيورو بور. الكلام ده كلام اكاديمي مش هيفرق معاك لان النيورو بورز دي هتقفل هتقفل على اليوم ال 23 واليوم ال 25 من الانترا يوتراين فيتال لايف. فهي الاول الانبوبه اتقفلت، لان على فكره خدوا بالكم الانبوبه دي بتقفل من النص. وبعدين الكلوجر بتاعها بيمتد كرينيال وكودل وتقفل كلها الا خرم قدام وخرم ورا اللي اسمهم انتيرو اند بوستيرو نيوروبولز. مش هتفرق معانا ما كلها شويه على ال 23 وال 25 داي اوف جيستيشن او انترا دراين هتقفل هتقفل. الكلوز بقى النيورال تيوب دي بتتكون من ايه؟ الوول بتاع النيورال تيوب بيتكون من خلايا عصبيه اوليه اسمها نيورو ايبيسيليال سيلز. النيورو ايبيسيليال سيل دي محوطه مين؟ محوطه الفراغ اللي جوه. ايه الفراغ ده؟ الكافيتي اوف ذا نيورال تيوب. فهو النيورال تيوب اول لما اتكون كان في كافيتي للنيورال تيوب، والكافيتي اوف ذا نيورال تيوب ده متغطي بالجدار بقى بالوول بتاع النيورال تيوب اللي هو عباره عن layer of neuroepithelial cells. ده في الاول خط. طب وبعدين؟ كلها شويه بقى والنيوروبيثيليال سيلز دي هتبتدي تتكاثر. فما النيوروبيثيليال سيلز دي تتكاثر هيبتدي الموقف يتحول الى الاتي. يتحول الى ايه بقى؟ كل النيورال تيوب الاستراكشر بتاعها هيكون واحد من اولها لاخرها. كلها بتتكون من ايه؟ ليومن اوف ذا نيورال اير اوف ذا نيورال تيوب او الكافيتي اوف ذا نيورال تيوب وحواليها. ابتدى بقى الوول يبقى ديفرنشيتد ليه 3 لايرز. ايه 3 لايرز دول؟ انر لاير ميدل لاير اند اوتر لاير. الانر لاير دي اسمها ايه؟ انر ايبندايمال لاير اللي هي هتحدد ايه بعد كده؟ الايبندايمال اللي لايننج للكابتس بتاع السي ان اس اللي زي ما انتم عارفين الاناتومي. الايبندايمال دي لايننج لكل السنترال كانالز اللي نعرفها ولكل الفنتكلز اللي احنا نعرفها. فدي انر ايبندايمال لاير دي عدة الايبندايمال بس. لا ما فيها الخلايا الاصليه اللي هي نيورو ايبيثيليال سيلز هتبتدي تطلع بقى خلايا عصبيه اسمها نيورو بلاستس. النيورو بلاستس دي هتستنى هنا في الانر لاير مايجريت بسرعه على الميدل لاير اللي بره. مين بقى الميدل لاير اللي بره دي؟ اسمها لاير اسمها مانتل لاير. المانتل لاير دي بتتكون من نيوروبلاست نيرف سيلز الاوليه ومعاها كمان في نيورو جاليال سيلز اللي هي الجاليا. فهنبص نلاقي هون الطبقه دي فيها نيورو جاليال سيلز او نيورو جاليال سيلز ومعاها في نيورو بلاست. الالتر لير بقى بتتكون من ايه؟ دي نيرف فايبرز كلها الالتر لير دي اسمها مارجنال لير. في المارجن دي عباره عن نيرف فايبرز ماشي. فانت عندك النيورال تيوب من اولها لاخرها بقت ثلاثه لير انر ايبندايمال ميدل مانتل ودي عباره عن سيلز
المارجنال نير يا عباره عن نير فايبرز. كمان يا جماعه هنا الوول الانر وول اللي هو الاندايمال نير ده ليه هنا هو من فوق روف بليت رفيع وفلور بليت رفيع. فالكافيتي ليه روف بليت وليه فلور بليت. الكونستراكشن اللي هو يا جماعه على فكره في النيورال تيوب من اولها لاخرها ليومن حوالي ثلاثه لايرز ابن دايمن مانتل مارجن والابن دايمن لاير داون ده عباره عن ابن دايمن اللي بتبطن كل الحاجات بتاعتنا الكافيتس والخلايا العصبيه اللي اتكونت فيها اللي هي النيورون بلس راح تعمل مايجريشن للاير اللي بعديها اللي هي المانتل. والمانتل دي نيرف سيلز ومعاها السبورت اليمنت من الايه؟ من النيوروجايال سيلز. ويبقى المانتل دي فيها خلايا عصبيه. المارجنال لير دي بقى ما فيهاش خلايا. دي فيها نيرف فايبرز. ماشي. بيتهيألي الموقف ابتدى يبان بقى ويلا نعمل ديفلوبمنت سينيس. الكودال بارت اوف ذا نيورال تيوب تتوقع ان هو هيجي مين؟ خد البارت هيديك السبينال كو. طب والكرينيال بارت هيديك البرين. فخلينا بقى في مين؟ في الديفلوبمنت اوف ذا سبينال كورد الاول. بص هيحصل ايه بقى؟ هيبتدي يتكون ان هو في اللاترال بول سالكس على الانر اسيد اون بوث سايدز اسمه سالكس ليميتانس. سالكس ليميتانس. السالكس ليميتانس ده هو هيقسم لك اللاترال وول لايه؟ هيقسم لك اللاترال وول الى تو بليتس. تو بليتس. دورسال بليت وفنترال بليت. الدورسال بليت هو اسمه ايلر بليت وده نوع الخلايا اللي فيه سنسوري سيلز. وكده خلاص فهمت بقى ده حياتي ايه؟ ده اللي هيدي الدورسال هورن اوف ذا جراي ماتر of the spinal cord. البليت الفنترال ده اسمه بيزال بليت. البيزال بليت ده السيلز بتاعته ايه؟ موتور سيلز. وما دام موتور سيلز يبقى هيدي مين بعد كده في مستقبله؟ هيدي لك الانتيريور هورن of the gray matter. يبقى كده هو اتكونت الجراي ماتر في السبينال كورد بتاعتك. دورسال هور من الايلر بليد وبيزل بليد هيديك الانتيرور فنترال هور الموتور. الكافيتي الواسع ده بتاع التيوب بتاع النيورال تيوب هيبقى نارد 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 عشان يعمل لي ايه؟ عشان يعمل لي السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. يبقى كده ناخدهم بقى من جوه لبره. السنترال كانال اوف سباينال كورد اتكونت ومتبطنه بايه؟ بالايبنداينال لير. اتكون حواليها جراي ماتر اللي هي عباره عن دورسال هورن وفنترال هورن. واحد سنسوري واحد موتور. من الايرا والبيزال ليكس. ومفهوم بقى الطبقه الثالثه بقى مين؟ الطبقه الثالثه اللي بره دي مليانه نيرف فايبرز اللي هي الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد. ماشي. نوصل يا جماعه السباينال كورد بقى اتكون. السباينال كورد زي ما خدنا في الاناتوم بتاع السباينال كورد. الجروس بتاع السباينال كورد is the same as the growth of the vertebrae. طبعا لا. طبعا كلكم عارفين عند الشهر التالي
انتراترين الوضع ايه؟ عند السيرد مانس انتراترين السباينال كورد ماني الفيرتبرال كانال والسباينال كانال كلها، بس عند الولاده بينتهي السباينال كورد عند ليفل اوف هيل السرير، وعند الاوت لايف بينتهي عند ليفل اوف ذا لور بوردر اوف ال 1. نتج عن ذلك تكوين ايه؟ نتج عن ذلك تكوين الجماعه اللي تحتيه دول الفايلم ترمينال وما يحركها من نار الاستراكشر اللي اسمه كودا ايكوانا. يا ترى المايلينيشن بتاع النير فايبرز هيبتدي امتى؟ المايلينيشن في النير فايبرز يا جماعه بتبتدي عن الفورث مانس انتراتراين، ويقال ان هو بيبقى كومبليتد عن الاند اوف ذا فيرست يير افتر بيرث طبعا. بس طبعا انا شفت الحكايه دي يا جماعه، انا اللي اعرفه يعني واشهر العلماء يعني بيقول لك بتوع الامبريولوجي ان المايلينيشن بيستمر لحد البيوبرتي لحد سن 12 سنه. وفي بعض الناس وبعض الكتب وبعض المراجع والابحاث بتقول لك ده المايلينيشن بيستمر لحد سن ال 20 وال 21 سنه. لان يقول لك في حاجات هاي سبيشاليز، ويقول لك انت قدرتك الحركيه مثلا وانت مثلا سنك سنه في الاند اوف ذا فيرست اير زي قدرتك الحركيه وانت سنك 7 سنين زي 12 سنه زي 15 و20 سنه، يقول لك التقدم ده نتيجه المايلينيشن. ويقول لك الحكايه برسنت، يقول لك مثلا عند الفيرست اير اللي كل الناس بتقول عليها دي سي مثلا اباوت 70% اوف ذا نير فايبرز تبقى مايلينيتد، والبطء شديد بقى شويه بشويه بيحصل مايلينيشن للنيرف فايبرز لحد بقى سن ال 12 او ال 18 او ال 20 21 ماشي. ويا ده يا جماعه الديفلوبمنت اوف ذا سباينال كورد، والكلام ده هيتكرر في بقيه اجزاء النيورال تيوب كلها. كلها هتبص تلاقي فيها نيورال تيوب وجواها في كافتي. الكافتي ده لو ضيق نرق يعمل لك سنترال كانال زي مثلا اللور بارت اوف ذا بضغط زي الميد برين. وسع بقى، وسع الكافتي ده يعمل لك فنتكل زي فورس فنتكل سيرت فنتكل لاترال فنتكل، فكلهم فيهم نفس الكافتي وكلهم فيهم جراي ماتر متكونه من ايلر لاير وبيزل لاير، وكلها جايه فيها مارجنال لاير اللي بره المارجنال لاير اللي هي الوايت ماتر. فالكونستراكشن واحد بس البيهيفير بتاع التيوب مختلف من منطقه لمنطقه. فالبيهيفير بتاع كل واحده من اللي انا بقولهم دول في المنطقه دي الكودا البر اتعمل بالمنظر دوت، فراح اعمل لك سباينال كور. ممكن البيهيفير يكون مختلف خالص في منطقه ثانيه، يكون مختلف عنك في منطقه ثالثه. وطبعا الواحد يقول سبحان الله ايه اللي امر كل منطقه من النيورال تيوب انها يحصل لها بيهيفير مختلف عن المنطقه الثانيه. الله اعلم طبعا، بس بيني وبينك اكتشف في الامبريولوجي ان كل الحاجات اللي بتحصل في البديهيا بتحصل اندر كنترول اوف كيميكال بيهيفيرز اسمها اورجانيزرز. فبص تلاقي في كيميكال الماتيريال معين في منطقه معينه تطلع تخلي الخلايا دي بيهيف بالطريقه دي في الوقت ده وبالكيفيه دي. وطبعا الكيميكال ميديتورز دي بتبقى يعني دقيقه بطريقه فظيعه تخلي كل خليه امبريولوجيكال تشتغل بطريقه معينه. ماشي. ويبقى ده يا جماعه الديفلوبمنت اوف ذا سباينال كورد.